الاخوان الاخوات السلام عليكم دائما في اطار الاجابه على اسئله اصدقاء القناه واحد الشخص كيسولني على علاج السكر او مرض السكري قال لي واحد العشاب صيفط لي واحد العشبه واحد العشبه طبخها ودير ليها وفعل وغادي من السكر هذا كله اخي كلام فارغ السكر او السكري راه ما عندوش علاج ما عندوش دواء انما الاعشاب اللي كيستعملوها الناس في السكري غير باش تنزل السكر باش تنزل السكر اي حاجه فيها مواد يعني مره اي حاجه مره كتنزل السكر بالنسبه للامر ديال اعشاب السكر انا كنفضل استعمال الحلبة باستعمال الحلبة يعني بمقاييس معينه بحال مثلا أنا من احسن الطيبه وتستعمل فيها واحدة واحد تقريبا جوج معلق كبار في النهار مزيانه ولا نصف معلقه صغيره من نسحوق ديالها هذه ما عندهاش اضرار جانبيه نحلفها الا نعلم طنسيو كطيح كطيح هي تنسو شويه اما اغريس اللي كيقولوها كيف على السكر اغريس اغريس كيضرب كي الكبده حيت مر بزاف الا كثرتي منه ممكن ياثر على الكبد حيت المواد المره بزاف تاثر على الكبد حتى هاد الحلبه الا كثرتي منها بلا قياس بحال واحد كياكل ربعه د المعلق ديال مسحوق الحلبه في النهار راه الكبده ديالو غتمشي لهذا باش تعرفوا بان السكر خلل في هرمون ديال الانسولين مشكلة ديالو جاي من البنكرياس اما انسولين ضعيف قليل او يعني ما, كي ما بقاش الافراز ديالو او ما كيقومش كي بالمهام ديالو او يعني كاين بزاف المشاكل في السكري لهذا كنصح الناس ما يتبعوش اي خلطه باش يقولوا يعالجو بها السكر هذا راه كذب وخزعبلات على الناس كاين بعض الناس اللي كيعالجوا كي السكر بهذا الاعشاب ولكن هذا ما كيتسمىش عندهم السكر بحال ديكس بحال داك السكر ديال الحمل او ما شابه كيجي السكر وقت الحمل وكاين اللي كيجيهم داك السكر بعد بعض الاوقات كيكون طالع شويه طالع آه كيهبط بوحدو وكيمشي كيبرا ولكن الناس اللي عندهم السكر وراثي او عندهم السكر ديال 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 الخلعه او عندهم عندهم يعني السكر ديال الانسولين او عندهم السكر ديال الفني ديال واحد المده معينه مزمن ما يدبوش راسهم مع الوصفات ديال الكلوب استعملوا الحلبة كتنقص لكم السكر كتقادو مع الرجيم وراه غادي يكون خير ان شاء الله ما تثقوش اي واحد السلام عليكم